عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف الحال؟ عساكم بخير دائما وين ما كنتم. اول حاجة راح اوريكم لان اشتريته لو، لان اشتريت حاجتين لو جديدة، وشيء اخر يبغى نطلع القفاز، وشيء اخر تعال هنا تعال هنا ايوه شاطر. مثل ما انتم شايفين جراح كبر، ما عاد صار فرخ خلاص. صار شاطر وحبوب، وباقي بس حاجة واحدة ابغى اسويها اياها ان شاء الله معايا في المستقبل، اللي هو موضوع الحبل اللي راح اربطه به ان شاء الله في رجله على الجلافز او القفاز هذا، واللي المفروض اسويه كمان ابرد اظافيره. ليش راح اسوي الشيء ذا؟ لانه اليف مرة معاي، مرة يعني حبوب، ما يشوفني الا يجي عندي، فانا حاسس اني قاعد اتعامل مع ببغاء، مرة ما هو جارح هذا الشيء. جراح ما ادري، يمكن انا ولفته بزيادة علي، المفروض كنت ما اولفه بالدرجة هذه، بس ما ادري، حاسس اني قاعد اتعامل مع ببغاء. لكن على كل حال راح نعطيه وجبة معاكم، وراح ابرد اظافيره لانه مثل ما شفتوا انتم، مجرد ما يشوفني على طول ينط علي. انا لسه ما جبت الحبل اللي ربط في رجله، لاني احتاج، حسيت اني كذا ابغى اشوف معاه لو بردت اظافيره كيف حيكون المعامله بيني وبينه، فما ودي اني اربطه، ابغى يكون براحته اكثر. صراحه ما اقدر اوصف لكم قد ايش جراح خلاني اغير 360 درجه رايي او فكري عن البومه او عن الطيور الجارحه بشكل عام، او خلنا نقول البومه بس. من الاشياء الثانيه الرهيبه مره لاحظتها وكنت سامع عنها قبل كذا، موضوع الطيران. الطيران عنده ما له اي صوت، لو طار من جنبك ما حتحس انه هو طار، خفف الوزن وخفف تحريك الاجنحه بدرجه انك الصوت اللي تسمعه تقريبا يساوي صفر، حتى الهواء ما يجي، يعني ما في كذا تحرك، غريب سبحان الله. فهذه من الاشياء اللي يخليه او تساعده نقدر يصطاد في اوقات الظلام او الليل، يعني يقبض او يروح عند الفار او عند الفريسه بدون ما تحس به، ما تلاقي نفسها الا هي انبلعت على طول كذا مباشره، ما شاء الله تبارك الله. خليني الحين اروح ابرده، اوريكم كيف راح ابرد اظافيره وارجع لكم مره ثانيه. انتهيت من برد اظافرها، مثل ما انتم شايفين خلاص ما في الم في اظافيرها. ليش انا سويت الشيء ذا؟ لانه هي اصلا في طبيعتها، في البومه في طبيعتها يكون في جبال، في حجر، في صخور، فهي عاده من نفسها تقلم اظافيرها، بس للاسف انا ما عندي الاشياء هذه هنا في البيت، ما هي موجوده اقدر احصل عليها بسهوله او اني حتى اخليها تتهيأ لهذا الشيء، انه هي تربط من هي صغيره عندي في البيت، فحتى لو اطلقتها برا ما حتفهم الحاجات هذه خلاص، فلازم انا اللي اهتم واراعي هذه الامور. من ناحيه ثانيه طبعا هي لسه ما متعوده على القفاز، ما هي متعوده عليه كويس، تخاف منه شويه، تميل لي انا اكثر انها تجيني وتجي على يدي عادي، ما عندها مشكله. تعالي خلينا الحين اعطيها وجبه معاكم اوريكم كيف تاكل. صارت طبعا ما عاد انها فرخ خلاص، صارت كبيره. هذا وانا مقلم اظافيرها، بس طبعا ما وجعتني، ما في دم، يعني هي مجرد بس غرزت اظافيرها قويه ما شاء الله. الطرق اللي حتخليني تسهل شويه مهمه انها تتعود على القفاز، اني اكلها او اني اتمشى معاها في البيت وهي على يدي على نفس القفاز، هذه من الاشياء اللي تخليها تتدرب اسرع على القفاز، لا توقف على يدي يعني، وكذا احسن، امن لي وامن لها. خليني اعطيها قطعه ثانيه. طبعا قاعد اعطيها قطع اعضاء صغيره من الصيصان او من الطيور الصغيره يعني. ابغى اوريكم بس فرده جناحها. حبيت اشارككم اليوم ايش اللي صار معاها، اشتريت لها كم حاجه،
بس لسه برضو ما استخدمته معاها لاني حاسس اني لسه ما وصلت لمرحله ان انا احط لها الخيط لانها لسه صغيره ما هي كبيره. لكن باذن الله راح اعودها على القفاز اول شيء بعدين اعودها على مكانها حبه حبه انا وياها والزمن طويل ان شاء الله. وبس مثل ما شفتوا ما شاء الله جراح كبر وصار يعتمد على نفسه في الاكل وكل حاجه يعني حتى لو احط له صحن في اكل في قفصه او في مكانه او في الستاند حقه ما عنده مشكله حيقطع وياكل من نفسه ما هو مستنيني. لكن طبعا احتاج اني ادربه اكثر فلازم انا اكله بيدي. وهذا كان الفيديو حق اليوم. شكرا لكم على المتابعه. نشوفكم ان شاء الله فيديوهات جايه. فأمان الله.